وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أو تنضم إلينا مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، المنظمة الدولية للهجرة تقول إن دمار المنازل يمنع 52% من النازحين من العودة لمناطقهم. ما الذي يمنع إعمار هذه المدن المدمرة بعدما يقرب من العامين على انتهاء العمليات العسكرية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. نعم، صحيح هناك دمار كبير في المناطق نتيجة تعرضها لعمليات عسكرية، ونقصد هنا الأماكن التي نزح منها العراقيون الذين لا يزالون في مخيمات النزوح. ولكن تم تخصيص، وعديد من الدول قامت بالتبرع بأموال أو أموال عن طريق النقدية أو عن طريق الاستثمارات، ولكن لحد الآن الحكومة العراقية لم تنفذ أي مشروع للإعمار، وذلك لأن الحكومة العراقية ليست لديها أي رغبة في إعادة إعمار هذه المناطق المدمرة، وليست لديها رغبة في أو نية في سبيل إعادة النازحين إلى منازلهم. نحن نعرف كثيرا أن السلطة في العراق هي سلطة الميليشيات، وهذه الميليشيات الحالية الموجودة كلها تابعة لإيران وتدين بالولاء لإيران، وتنفذ أجندة إيران وأمريكا في المنطقة، أجندة التغيير الديموغرافي وبسط السيطرة على العراق. نعم، أين تذهب أموال مخصصة لإعادة أعمار المدن المدمرة إذن؟ من معروف جيدا أن العراق يحتل مراتب متقدمة في الفساد، ومن ضمن هذا الفساد هو الفساد المالي، وكل يوم نرى التقارير التي تدمي القلب في الحقيقة حول إهدار أموال المخصصة لإعادة الأعمار أو حتى للنازحين. يعني الكثير من الفضائح التي تم كشفها خلال الأيام الماضية، يعني منها تقرير ديوان الرقابة المالية الذي كشف عن إهدار 20 مليار دينار في ملف النازحين والفيضانات عام 2014، فما بحال السنوات الباقية، وكذلك كشف النواب وهيئات النزاهة عن مبالغ التي أهدرها مثلا محافظ نينوى وغيرهم من الفاسدين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة في العراق، والذين لا يريدون أن يسلموا هذه الأموال إلى مستحقيها من إعادة أعمار هذه المناطق أو تعويض النازحين عن ما تم تدميرهم من منازلهم، أو حتى يعني إيجاد وتوفير الحاجات الأساسية الضرورية للحياة في هذه المخيمات، ونحن نعرف كيف هي الظروف القاسية التي يعيشها النازحون. طيب، يعني الحكومة ما زالت تبحث عن دعم إن كان من منظمات دولية أو دول، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تثق هذه الأطراف في حكومة تنفق الأموال في غير الغرض المخصص لها؟ لا، بالتأكيد، يعني خاصة أن دول العالم تعتمد على التقارير الدولية، يعني مثلا منظمة الشفافية الدولية وغيرها التي توثق حالات الفساد في العالم، وهذه الدول التي تريد أن تمنح أموال يعني تصلها هذه التقارير وتعرف مدى الفساد الذي نخر في مفاصل الدولة العراقية، ولذلك هي تتردد كثيرا. ونحن لاحظنا في المؤتمر الأخير في الكويت أن أغلب هذه يعني الأموال هي استثمارات، ووصل الحد الآن إلى أيضا حتى التلاعب في هذه الاستثمارات، حيث أن إيران مثلا تحاول الاستحواذ على أكثر هذه الاستثمارات من أجل أن تحل مشاكلها الاقتصادية. إذا لا يوجد ولا يمكن لأي دولة أن تقدم أي مبالغ وهي تعرف أن هناك فاسدون سوف تذهب هذه الأموال في جيوبهم. ومن جهة أخرى فهي يعني بهذه الطريقة هي أيضا تتحجج بأنها لن تستطيع أن تقدم أي تبرعات أو أموال للنازحين. صندوق الإعمار عفوا يقول إن المناطق المدمرة تحتاج إلى بناء 140 ألف وحدة سكنية. بعد ضياع أموال إعادة الإعمار، هل من بادرة أمل لبناء تلك المساكن؟ في الحقيقة يعني الأمل ضعيف جدا بالنسبة لي. إذا كانت لا توجد أي أموال
يتم توفيرها إلى إعادة أعمار هذه المناطق، والفاسدون يعني يسيطرون على مفاصل الدولة، كل يبحث عن مصلحته وعن نهب الأموال من أجل منافعه الشخصية. إذن كيف يمكن إعادة أعمار هذه المناطق دون أن يكون هناك أناس صادقون ووطنيون ويريدون خدمة العراق وخدمة أهالي هذه المناطق وإعادتهم إلى مناطقهم؟ إذن بالتأكيد يعني في الحقيقة أصلا لا يوجد أي أمل، مسلسل الفساد مستمر، وهؤلاء الفاسدون لا يزالون يحتلون المناصب في الدولة. إذن كيف سنتوقع أن هناك سوف تكون إعادة أعمار أو إرجاع النازحين إلى منازلهم؟ الحقيقة هذه يعني مسألة مؤلمة ولا أمل من وراءها. نعم، من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.